السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. الغزاله ديالي كي دايرين؟ لبس عليكم، كل شيء بخير، اموركم لاباس؟ نتمنىكم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا بالصحه والسلامه وطول العمر الغزاله ديالي. وما نساوش الميمات الغاليه حتى هما، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا فيديو جديد وروتين جديد معكم الغزاله ديالي. نبداو ديما على الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غزالة ديالي الكوفيدات نويو يردي لهاد القناة، نتمنى إن شاء الله كيف قلت لكم يعجبكم الفيديو هذا وهذا، ونتمنى إن شاء الله هكذا ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات ديالكم والبارتاج هكذا مع أحبابكم وصحابكم، الله يجزيكم بالخير وشكرا لكم على اللايكات ديالكم. أي بنت خلت لي لايك وتعاونت معايا الله يجزيها بالخير. شكرا للمتتبعات الوفيات ديالي، المتتبعات كيف ما كنحط الفيديو كيدخلوا عندي كيشاهدوا لي الفيديوهات. احبكم في الله الغزالات ديالي، والله الا راكم في القلب الغزالات وفوق الراس وكتفرحوني. كاينين المتتبعات وفيات غير كنحط الفيديو كيدخلوا عندي وكيفرحوني بالكومونتيرات ديالهم الزوينه وباللايكات ديالهم. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم، الله يخلي لكم اختي وليدات ومعز عليكم، كتفرحوني ربي يفرحكم دنيا واخره، والله يعطيكم اختي قصر في الجنه، الله يحفظكم ليا يا ربي. هنا بديت معكم اختي من الصاله، اختي جيت هنا كنسوس، هنا راه مور الغدا، هنا راه ماشي ممكن باقي ما باقي ما تغديناش، باقي ما تغديناش البنات. المهم كنت درت واحد الغديوه غير هكا خفيفه دغيا دغيا، وروتيني اختي ديال الضيافه. المهم عندي اختي الضياف، عندي هكذا الناس هكا صحاب راجلي هكذا عارض عليهم الضيافه يا اختي زوينه. نتمنى ان شاء الله هكذا يعجبكم الفيديو، بقاو حتى للاخر ان شاء الله وما تزابيوش اختي، ما تزابيوش عافاكم، بقاو مع الفيديوهات ديالي حتى للاخر وتعاونوا معايا الله يجازيكم بالخير. صافي قلت لكم هنايا غير هكذا درت تغذيه وكخفيفه، جمعت الدار بعدا هي الاولى المراح بيت النعاس هما الاولين، وخليت الصالون هو الاخير باش غنكمل ان شاء الله ونضرب واحد التسيقه هكا للدار، واخا راني ما شاركتش معكم هكا التسيقه. صافي هنا جيت كنسبيري راسي، شفتوني سست الصالون كامل، واخا راه ما في حتى شي حاجه، ولكن ملي كيجي عندك شي ضيف كتبغي تاكدي، كتبغي تحيدي المخدات كاملين، كتبغي تسوسي كلشي مع الصالون، راه ما كنجلسوا فيه ما حتى حاجه. ولكن غير هكا الا جانا جات هكذا شي تفرتيتات وصافي، وضروري راه ملي كيكون جاي عندي شي ضيف كان ضروري كنسوس البنات هكا المخدات اللبدات مع فيهم داك الكرونه، البنات راه دغيا غير كطيح فيهم شي حاجه كتبان. الكرونه البنات زوينه وخايبه، الكرونه زوينه وخايبه، كتخليها كتفرتيت كتخلي هكذا يعني، واخا تشطبي واخا تسبيري غير واحد شويه يعني طحي شي حاجه كتبان يا اختي في هذا. واختي ندمنا، اختي ندمنا علاش درنا هاد الكرونه هادي، ولكن ماشي مشكل، المهم نعديو بهم وصافي ونصبروا، ما عندنا ما نديروا البنات. كي قلت لكم جمعت الصالون صافي، هنا كي قلت لكم راه كنسبيري، هنا راه كانت معايا اختي جانا يا اختي كتعاونني مسكينه، كتبغي مسكينه هكا غير كتشوفني كنجمع وداكشي كتبغي تعاونني كتبغي تهز معايا، المهم راه دايره المجهود، دايره المجهود. والله يخليها ليا يا ربي ويخلي لكم اختي وليداتكم كاملين كاملين. صافي الغزالات ديالي كي قلت لكم غادي نسبيري هكا الصالون، غادي نسيق عاد غادي نمشي هكذا للكوزينه. وما ديوش اختي على البيجامه فراسكم البنات، راه كاع البيجامات برقعتهم بجافيل، دابا ما عنديش دوك الطابليات اللي كيكون عندهم الميكا هكا من الداخل كلهم، عندي هذيك الكحله وعندي الاخرين صافي تحيد منهم ديك الميكا اللي كتحمي لك الحويجات ديالك. والله الا البنات الا ثلاثه البيجامات تبرقعوا لي بحال هكا بجافيل، يعني هما باقيين زوينين ولكن برقعتهم يا اختي بجافيل، اش غادي ندير؟ لا اله الا الله. وصافي صافي هنا البنات كملت الصالون، هنا راه اللبدات راني مسحتهم، كانوا فيهم هكا شي طبيعات هكا كتجي جانا هكا كتاكل دانون كتخلي لي الطبيعات، البنات حتى هما المهم كلهم كلهم كيديروا لي غزاوه. المهم كانوا شي طبيعات، جبت واحد البانيو درت فيه واحد هكذا الماء، ودرت واحد واحد البرودوي عندي البنات، كان عندي شحال هادي داير بحال شكل بحال شكل بحال شكل العجينه البنات، بحال شكل هكذا صابون سائل
ايوا صافي ودرته في الطاسه وكيعاون هو في الطبيع بعدا، المهم كيعاون شويه في الطبيع. صافي مسحت هذوك اللبدات مسحتهم، المهم اللي بانت ليا شي تبرقيعه او شي حاجه مسحتها، راكم عارفين باقيين اللبدات عندي نقيين، حيت يلاه كنت مصبناهم وداكشي، ومع ما كنقصوش هكذا في الصاله، ولكن الوليدات الله يهديهم راه كنعيا معاهم، ما تمشيوش تقصوا يا اختي، ما تمشيوش ترونوا، ولكن ضروري كيرونوا. صافي هادشي اللي كاين هنايا، صافي جيت كنوجد معاكم هنايا ان شاء الله في هكذا في نهار الضيافه ديالي البنات هنايا. صافي راني غادي ندير هاد الحوت هذا، سميتو البنات يا ربي مشات ليا من بالي يا ربي يا ربي، المهم غنديرو ان شاء الله هكذا يطيب. من تما في ديك الزليفه درت نقيته بعدا وغسلته ودرت ليها البنات شويه ديال الخل، شويه ديال الملحه، شويه طليب زهر. صافي البنات وركشتوني فلحته وكندير له الميرنا البنات، الميرنا مشات ليا من بالي، المهم الميرنا البنات غادي نديرها ان شاء الله. غادي نصاوب معكم اليوم البنات، غنصايب معكم بسطيله ديال الحوت ان شاء الله، قبلوا عليا الغزالات ديالي هادشي اللي كاين. صافي درت الميرنا البنات، درت لها داك القاعد ديال الطياب البنات، معش كيقولوا له كاغي كويسون، المهم مشات ليا حتى هي، درت له داك القاغط البنات، شتوني درت ليه الخل اختي والملحه ما خلاتنيش، جانا اختي نهضر معاكم. صافي ودرتو في الفرانه البنات، باش غادي نهز غير ديك الهبره ديالو باش غنديرها ان شاء الله مع الحوت. وتما في الكوكوت البنات غادي ندير معاكم اللحم بالطبخه، طبخه صحراويه اختي، المهم غادي نديرها على الفاخر ان شاء الله. درت تما غير اللحم ديال الجمل هذاك البنات، ودرت البنات الدروه شتوني، درت اللحم ودرت عاوتاني الدروه، عاد حطيت هكذا اللحم، هذيك الدروه كتخلي داك ليدام وداكشي هو فاش كيطيب داك اللحم. وتبارك الله حتى اللحم شتوني ما درت فيه لا ما لا ملحه لا كمون لا حتى شي حاجه، هذه طبخه صحراويه البنات كيديروها صحراوه هنايا، اكله زوينه البنات وصحيه بصراحه، صحيه ما فيها لا توابل لا حتى شي حاجه. الا عندكم اختي اللحم غير عادي بقري اولا غنمي، باقي عندكم اللحم ديال هكذا ديال العيد، كتشدي هكا اللحم يعني المقدار ديال حساب العائله ديالك، كديريها في الكوكوت وكتسدي عليها، كنتي هكا ما عندكش الفاخر كديري واحد الكاس ديال الماء وكتسدي على الكوكوت وكتنقصي عليها العافيه تكون مهيله، وخليها اختي طيب وردي عليا الخبر. ولا عندك الفاخر ديري على الفاخر، ما ديري لا ما لا حتى شي حاجه، راه ديما ملي كيكونوا عندي الضياف كنشاركها معاكم. صافي هنا راه كنشعل اختي في الفاخر، صافي غنديرها ان شاء الله على الفاخر. شتوني درتها في الكوكوت، قلت لكم ما درت لا عطريه لا حتى الملحه، ما درتش لان اللحم ديال الجمل راه مالح البنات، ما درت لا ما حتى حاجه. اللي كنتي غديري على الفاخر ما ديريش الماء، صافي سديت عليها سديت عليها صافي ودرتها فوق الفخر كطيب على خاطرها. وهنايا صافي جيت عاوتاني للكوزينه، غادي نصاوب معاكم دابا هنايا الشعريه الصينيه البنات. المهم انا كندير هاد الشعريه هادي، ما كتعجبنيش الاخرى ديك الزرقاء، كتعجبني هادي البنات زوينه. المهم هنا درت يمكن ثلاثه، وهذاك الماء وفاش كنتسلقها البنات ازايز وسيبيا، ما ديوش اختي على يديا راه عرفتو، نقيت البنات السيبيا، وعارفين السيبيا كتكون فيها ديك الكحوله، المهم السيبيا البنات الا كانت عندكم هكذا في الدار، المهم راه نقيتها البنات وسلقتها، راه هي اللي كاينه في الشبكه الغوزيه. المهم درت وحده كبيره وجوج ميان، المهم باش غادي نعمر البسطيله ديالي غير بالسيبيا البنات والكالامان والميرنا البنات. صافي الا كان عندكم نتوما يا السيبيا هكذا في المدينه ديالكم، بحال دابا حنا الصحراء هنا موجوده عندنا السيبيا هكا ازايز ولا السيبيا ولا الكالامان، يعني كيكونوا موجودين في الوقيته ديالهم كيكونوا موجودين البنات. صافي المهم هنا كنقطع معاكم السيبيا، راه نقيتها ما شاركتش معاكم، والله الا عرفتوا البنات كرفصات ليا يديا بديك الكحوله، واخا صعيبه هي في التنقيه، ما عندنا ما نديرو ما كتجيكش منقيه، وما كتيقيش في ديك اللي كتكون منقيه يعني عند مول الحوت وداكشي، ولكن حنا عندنا الناس كنعرفوهم كيجيبوها لينا هكا، كتكون يلاه مصيده ولا هكا في الفريكو، كتكون عندي بحال دابا كانت عندي وحده في الفريكو كبيره، وزدت عاوتاني جوج اخرين، كان راجلي وصل شي سيد صاحبو جاب ليا، عقب دزت غير جوج هكذا ميان وصافي. ايوا هادشي اللي كاين. صافي ديك الماء ديال السيبيا والماء ديال الكالامان، فسلقت الكالامان حتى هو فاش درت البنات الشعريه الصينيه،
باش كتجي ديك الشعريه حتى هي فيها النسمه ديال الحوت، فهمتوا؟ ايوا صافي، هنايا قطعت الربيع، هنا كندير العطريه، درت اختي البزار على حسب الكميه، حيت انا عندي كميه كثيره. درت معلقه هكا ديال البزار، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ونص هكا ديال الخرقوم، جوج معالق هكا ديال التحميره، درت البنات الثومه، واحد 10 الفصوص ديال الثومه. هنا غادي نعصر اختي الحامض حتى هو، وعندي الحامض هكذا في القرعه حتى هي غنديرها، راكم عارفين الحامض هكا ديال الخل، حتى هو غادي حتى هو غادي نديرو. وغادي ندير البنات واحد العشق ونص هكا ديال البودره ديال الثومه، عارفين الحوت كيبغي الثومه، والبسطيله كتبغي الحموضه وكتبغي الثومه. البسطيله البنات كتبغي الحموضه، وكتجي باش كتجيك البسطيله ديالك بالحوت هكذا مقومه وزوينه. المهم انتم هنا غندير معلقه واحد شويه ديال البودره الثومه، واخا درت 10 الفصوص ديال الثومه، واحد 10 هكا مستكدر البودره ديال الثومه. ما كانتش عندكم بودره ديال الثومه غادي ديروا مثلا واحد كركوبه هكا ديال الثومه، شوف شحال كتكون فيها 10 ولا ما عرفتش. المهم انا درت، كانوا عندي هكا مفرتين، درت 10 حكيتهم، ودرت هكذا عشق شويه هكا ديال بودره الثومه. صافي، هنا درت المليحه، درت شويه الزيت هكذا ليسيور، شويه الخل ديال الحامض، راه هو شفتوها البنات. ايوا صافي، الحامض ما بقيتش نزيد، صافي درت وحده، وكنخلط دوك المقادير البنات، غادي نحطهم هكذا، خلطتهم في جبانيه، وفين ما نبغي نصوطي الكالامان او السيبيا غادي ندير هكذا شويه. هانتوما ها الكالامان البنات سلقته، كان عندي هذا في الثلاجه، السيبيا حتى هي زادني راجلي هكذا السيبيا، خديت منهم غير جوج. المهم قبلوا عليا الغزاله ديالي اختي، وصلتي هنايا ديري لي اختي واحد اللايك وواحد البارطاج هكذا مع احبابك، ما تنسينيش حبيبتي عافاك، ديري لي اللايكات تشجعيني. كنجيب لك هكذا وصفات زوينه اقتصاديه. مهم كنشارك معكم يومياتي، ما كنبخلش عليكم. ايوا نتمنى ان شاء الله هكذا ما تبخلوش عليا حتى نتوما، وتشجعوني كيف انا كنشجعكم. صافي، قبلوا اختي على التصوير، قبلوا عليا، راه عرفتوا نهار الضيافه راه كتبقاي تصوري غير بشوي بشوي، والله الا يدي هنا ويدي هنا، ومع التصوير باش انا كتكملي دغيا دغيا. ولكن مع نتوما عزازات وغاليات قلت نشارك معكم هكا البسطيله، بسيط يعني البسطيله اللي غادي نعمر ان شاء الله لضيافي، قلت هكذا نشاركها معكم. حيت شحال هذيك كنت درتها شي جوج مرات في القناه اللي كنت درتها البنات، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هكذا الروتين ديال نهار الضياف ديالي. قبلوا عليا الغزاله ديالي، هنا راه كانت جات اخر لحظه، جات عندي اختي بعدا عاوناتني شويه، الله يخلي ليها وليداتها، وكنشكرها يا اختي من الفيديو، بعدا عاوناتني يا اختي شويه، والله الا تعاوناتني شحال من حاجه، والله الا هي اللي صوبت لي الماء عندي الاتاي، راك شفتوهم، وصايبات لي هكذا الطبسل اللي فيه ديال الفاكهه وفيه اللوز والكركاع وداكشي قاداتو ليا. المهم عاوناتني البنات، المهم جات في اخر لحظه لقاتني يلاه، درت السيبي هكذا كتسلق. ايوا صافي، عقبات مسكينه حيدات جلابيتها وبقات كتعاونني، هادشي اللي كاين. الله يخلي لها اختي وليداتها، ويخلي لها هي الصحيحه ديالها. صافي، هنا كنشحر اختي في السيبيا هذه، قسمتها هكذا على جوج مقالي حيت كثيره عندي، قسمتها هكذا على جوج مقالي، ودرت البنات ديك العطريه اللي خلطت الربيع والثومه وداكشي التوابل، كان درتهم هكذا مع السيبيا، وكتشحريهم يعني كتشحريهم هكذا في السيبيا، واخا راها طايبه ولكن غير كتصوطي هكذا السيبيا، تصوطي الشعري، تصوطي اختي الكالامان. المهم صوطيت اختي غير الكالامان والسيبيا عندي. صافي البنات، وكندير زدت هكذا شويه ديال الحامض، انا كتعجبني البسطيله تكون محمضه. المهم البسطيله البنات الا بغيتيها تجيك زوينه هي تكون محمضه وفيها التوابل، يعني باش كتجي بنينه. صافي، كي قلت لكم الغزاله ديالي كنصوطي دابا هكا السيبي، دابا غادي نصوطي ان شاء الله هكذا الكالامان حتى هو، والجهه الاخرى غادي ندير البنات الكامبا، غادي نصوطي حتى الكامبا حتى هي. المهم هنا راجلي كنت قلت له جيب لي هذا الكروفيت، ويمكن ما لقاهش ولا ما نعرف، المهم جاب لي غير الكامبا البنات، وليت غادي ندير هذه المقله هذه، غادي نصوطي فيها هذا الكامبا، وتا غادي نحيد الكالامان وغادي نقلبها هنايا، وديك العطريه اللي كاينه في
اللي كاينه في المقله غتطلق في الكامبا وداكشي صافي. غادي نقي هكا الكامبا البنات وغادي نقطعها كطريفات وغادي نديرها مع 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 السيبيا والكالامان، غادي نخلطها معاهم ان شاء الله باش غادي نعمر هذا. والكامبا الاخرى اللي بقات ليا غادي نزوق بها هكذا، راكم عارفين البسطيله كتبغي تزوق هكا بالكامبا. المهم كنشد الكامبا تما البنات، ما كنديرها في المقيله صافي، وما كديري فيها حتى شي حاجه، كتبقاي ديها وتجيبيها صافي حتى كتبان لك داك اللون ديالها دات غوزي صومو اولا غوزي، عاد كديري شويه ديال الحامض شويه ديال الملحه هكا، كتنسمي هكا شويه البزار صافي البنات، وصافي كتبقاي ديها وتجيبيها. انا مع المقله فيها تبارك الله باقي فيها دوك التوابل لاصقين، تبارك الله طلقات في مع الكامبا طلقات، يعني دخل ليها داك العطريه وداكشي دخلات ليها، هذه اللي غادي نعمر بها البنات البسطيله. والشعريه الصينيه غادي ندير ليها شويه الشرموله حتى هي ما غاديش نسوطيها، قطعتها البنات هكذا شفتوني قطعتها ما خليتهاش هكا طويله، قطعتها صافي درت ليها البنات العطريه اللي درت في السيبيا ودرت في الكالامان صافي. اختي قبلوا عليا الغزالات ديالي الله يحفظكم ليا، وما كنبغيش ندخل عليكم، ما كنبغيش نصور وما نشاركش معكم اي حاجه درتها، قبلوا عليا غزالات ديالي. المهم عراضه دازت زوينه الحمد لله، وفرحت هكذا راجلي وحمرت لي اختي وجهه، حمرت لي وجهه. المهم البنات داكشي اللي عرفت اختي حطيته، داكشي اللي كندير ما نقلت لا من شي قناه. المهم انايا بصراحه البنات البسطيله اللي كنعرف وداكشي هي اللي درت والله البنات، ما زعما المهم هذه هي البسطيله ديالي رفعتها مشاركاها معاكم، شاركتها معاكم عاوتاني عملوا الاول فاش مشيت للداخل عند عكوزتي كنت درتها وشاركتها معاكم غير الفران كي قلت لكم عند عكوزتي طيبها ليا دغيا، هي كتبغي تنقصي عليها العافيه، والفران اللي عند عكوزتي انا ما كتنقش فيه العافيه، كيبقى فيه الحراره كامل فهمتوا البنات. اما انا عندي الفران كيتنقص، يعني نقص له الحراره فوقت له ميتين وخليت البسطيله كطيب على خاطرها صافي. هنايا انت كول هانتي اختي، هانتي اختي كلشي راه موجود صافي، هي السيبيا تحرات كلشي تحر صافي، درت كلشي في القصيعه. وهذيك الكامبا نقيتها البنات، والاخرى راه غادي غنزوق بها راه حتى هي شحرتها صافي، هي الكامبا قطعتها البنات، هي قطعتها على طريفات صغيورين وصافي. والحوت ديال الميرنا حتى هو حتى هو غادي نخلطو ان شاء الله مع هذا الشيء كامل. الشعريه الصينيه ايوا هذا الشيء اللي كان غادي نعمر ان شاء الله البسطيله ديالي. مهم جات غزاله البنات، غير تبعوا المقادير ديالي البنات اللي هكذا كيتفرجوا فيا، واللي ما عمرها كدات بسطيله ديال الحوت يعني ما تصعبيش على راسك. المهم البنات اللي ما عندهمش السيبيا في بحال كالسيبيا اولا المدينه اللي ما فيها السيبيا، راه يمكن لك تشدي لها داند وديري لي الطريقه ديال ديري لي تشرموله ديال الحوت، وتاخدي هكذا القمرون الا عندك القمرون، تاخدي القمرون والشعريه الصينيه وصافي، وكديري بالزيت البسيط لا اختي هكذا لوليداتك ما تحرميش راسك وصافي. المهم راه حتى لا داند هكذا ديال سميتو كتشدي كديري ليه الصوجه وداكشي. المهم انا البنات راه درت الصوجه غير كنت نسيتها، راه درت الصوجه هنايا في التشرموله راه كنت غير نسيتها البنات صافي. هنا في هاد الكاسرونه هادي درت الزبده ودرت الزيت ودرت جوج معالق هكا ديال التحميره باش كتعطينا ديك البسطيله هكذا كتجي محمره البنات. والزبده والزيت راه كيساعدوا هكذا البسطيله كتجي مقرمشه، يعني كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. واخا هاد الورقه هادي عصباتني ما جابهاش ليا راجلي هكا زوينه، كتقطع البنات المهم كتقطع شويه صافي. غندهنهم كاملين نوجدهم عاد غادي نبدا البنات هكذا ندريسي ان شاء الله في الطاوه ديال الفران ان شاء الله البنات. ايوا نتمنىكم ان شاء الله يعجبكم اختي الفيديو، وخليوا ليا التعاليق ديالكم الزوينه كيف جاكم الفيديو، كيف جاتكم اختي العراضه. يا اختي نقول العراضه هماويه علاش لا اختي، واخا شديت لكم غير لقطات لقطات مع الزربه الزربه الزربه، راكم عارفين مع الراجل كيتسخر وكي كنعطيوه هكذا جيب هادي دي هادي كيجي هو اللي كيتسخر، راكم عارفين كنشد لكم غير شي حاجه هكا القيطه القيطه. ايوا تساعد معايا مسكين حتى هو، المهم راه صورت هكذا شويه وصافي معاكم باش
من مهم نشارك معاكم، المهم اهم حاجه نشارك معاكم. المهم هنا البنات راه عقب تحيد داك القاع الطرحيات، والبنات منين جيت كان كندير باش غادي نقاد الورقه في يعني منين كملتها بحال هكا وغادي نبدا ندير الورقه هكا من الفوق باش نقاد البسطيله، منين كنجي انا كندخل الورقه كتدخل ليا تحت القاعد. صافي وليت هكذا هزيت البسطيله هكا بيديا وجريت داك القاعد هكذا جريته صافي، ودهنت هكذا الطاوة هكا هزيت البسطيله وداكشي ودهنت الطاوة باش ما تلصقش ليا صافي. وعقب تحيد داك القاعد بلا ما ديروه، الا كانت الطاوة ديالكم ما كتلصق ما حتى شي حاجه غير دهنوها مزيان، لانك ملي غتجي بحال هكا تبغي تغطي يعني البسطيله ديالك من الفوق غادي تبقاي تقاديها من الفوق، غتبغي ديري زعما البسطيله الورقة البسطيله هكا من الجناب تقاديها من الجناب غتدخل لك ما بين القاعد. فهمتوا البنات داكشي علاش حيدت انا كاع القاعد حيدته. صافي هنايا قديت الورقه انتما درت راكم عارفين البنات شفتوا الطريقه الفيديو راه شارح راسه. صافي كندير كل ورقه هكا النص ديالها والنص كيكون مهود هكا على الطاوه، درت بعدا ورقه هكا من التحت، عاد بديت كندير هكا الورقات هكا من الجناب كنخليهم هكا شويه طايحين. وصافي بديت كنعمر هكا كنعمر البنات البسطيله ديالي صافي كندكسها. المهم عمرتها ليهم البنات عمرتها ليهم، غتشيط ليا واحد شويه الحشوه غادي ندير بسطيله هكا صغيره هكا حتى هي في الطاوه هكذا درتها هكذا البنات هكذا الا ما شاطش ولا شي حاجه هكا باش ياكلوا الوليدات وحنايا. ايوا صافي هادشي اللي كاين شاط ليا داك الشويه غادي نعمر به ان شاء الله. صافي هنا الكلامان حتى هو ها هو كنقادو حتى هو غنديرو من الفوق، ما خلطتوش البنات انا مع الحشوه، انا كندير له هالطريقه يعني حتى كندير الحشوه وداكشي عاد كندير هكذا الكلامان. ايوا اختي لا عندك اختي سيبيا نوض اختي وجدي واحد بسطيله هكذا لوليداتك. بصراحه انا والله الا البنات كنت غادي نديرها لان راه جديت تهاها ليا شحال هذه كان قال لي ديديها، واحد المره كدرتها غير ما شاركتهاش معاكم كنت هكذا شويه عيانه البنات مع انا كتكون عندي هكذا سيبيا البنات. انا كنصوب بصراحه غير سيبيا والشعليه الصينيه ماشي ضروري نعاقب الحاجه، ولكن ملي كيكونوا الضياف راه ضروري كتعمريها مزيان مزيان. صافي والميرنا الا عندك الميرنا اولا الهبره ديال الحوت كتجيبي الهبره ديال الحوت اولا الهبره ديال الكوربين كتشديها حتى هي كتشرم ليها هكذا بالبزار والخل شويه الخل والحامض كدهني وكدير لها داك القاعد كتدخليها للفران ايوا صافي وكتخليها هكذا طيب، وعلى خطرات كتقطعيها وكتخلطيها هكذا مع الشرموله. ها نتوما البنات هنا فين غادي نبدا ندير الوراق هكا من الجنب، ها نتوما هنا بالجنب ملي غندخل هكا بيديا هنا فين غادي نوحل هنا فين صافي اختكم قطعات معاكم صافي حيدت عقب تحيدت القاعد عاد هكذا دريسيت الورقه. راكم عارفين البنات الورقه صافي كتبقى غير ديري من الفوق حتى كتغطي دوك العيب كامل كتغلفي البسطيله ديالك كامله وصافي. وهنايا شديت اختي البسطيله دهنتها بديك الزويته والزبده والتحميره باش تجيني هكا محمره، وبتخليها سامبل خليها سامبل. بغيتي ديري دوك الفريفيرات هكا من الجناب راه كتشدي الورقه كتنيها غير بحال هكا صافي كتشديها من الوسط كديريها مع بحال شكل هكا وريضه صافي كتحطيها هكا من الجنب ديال بالجنب هكا ديال البسطيله. وما بغيتيش ديريها سامبل خليها غير سامبل راه ماشي تخليها غير بحال هكا نيت صافي. منين كتكملي راه كتزوقيها هنا الديسير البنات صاوبناه. المهم البنات معاونه انا واختي بصراحه عاوناتني مسكينه صوبت لي بعد الديسير، المهم عاوناني اي حاجه يديها معايا بصراحه الله يحفظها ليا الله يخلي ليا الاخت ديالي مسكينه اللي عندها جوج وليدات. البنات اللي عارفين اختي كتجي عندي بزاف هي اللي عندها جوج وليداتها بنيته وليد بصراحه مع ساكنه حدايا وداكشي، وكانت جات عندي هكا باش تجلس معايا في العشيه ايوا جات لقات عندي الضياف قالت لي نجلس هكذا نعاونك ايوا صافي. المهم ها هي البسطيله اختي خرجات جات اختي كاتشهي جات اختي واحد البسطيله كاتشهي صافي زوقتها. دوك الجنيبات اللي كيبقاو خاويين درت لهم ديك الكامبا هنا من الجنب وشديت هكذا الحامض قطعته حتى هو هكا من الوسط البنات وصافي وكتلويه كتلويه بحال هكا وصافي. ايوا قبلوا عليا الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله هكذا يعجبكم الفيديو تعجبكم اختي البسطيله اللي وجدت هكذا لضيافي. المهم البنات ما عمرك هكا تحيري ولا تلفي ولا شي حاجه غير زعمي
وزعمي وقولي بسم الله وبداي هادشي اللي كاين. عمر الطياب يغلبك، ما يغلبك شخصية الطياب، وحتى الا جاو عندك الضياف ما تغلبيش. الحمد لله انا بعدا ملي كيجوني الضياف البنات راه ما كانت تغلب ما حتى شي حاجه، الحمد لله كلشي كنوجدو. صافي حطيت البسطيله ديالي راجا راجلي داها، جات اختي غزاله غزاله مع جلسه وكياكل معاهم داكشي، جا عندي قال لي واعره، جات قال لي جات واعره. ايوا قلت ليه شتي حمرت لك وجهك ولا ما حمرتوش لك؟ ايوا صافي هنايا اللحمها هو طاب البنات، شفتوا شحال ديال الماء، ديال الماء طلق، راه ما درت لا ما لا حتى شي حاجه، راه هذاك اللحم هو كيطلق الماء. الا درتي اللحم على الفاخر هو سبحان الله كيطلق الماء. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي رائع رائع، غير جربوها البنات وصحي. اللحم ديال الجمل راه بحالو بحال اللحم ديال الغنمي، بحالو بحال اللحم ديال البقري، غير هو اللحم ديال الجمل راه صحي. صافي ها هو دابا كنحطو حتى هو في الطبيسين، ما كندير فيه لا كامون لا ملحه، تبارك الله هالبنات كيجي مالح تبارك الله، تقولي بحال درتي فيه العطريه، وخصوصا اللحم ديال الجمل كيكون بنين بنين بنين. البنات الناس اللي ضايقين اللحم تاع الجمل راه هما اللي غادي يقولوا لي راه كيجي بنين، خصوصا الا كان صغير وتكثري فيه هكا الدروه كيجي رائع البنات. ها هو الطبيصين شاركته معاكم، نتمنى ان شاء الله هكذا يكونوا عجبوكم الاطباق ديالي اللي وجدت معاكم البنات الضياف ديالي. وهذا ونكون ما بخلت عليكم بتا شي حاجه، كنت ان شاء الله هكذا شرحت لكم. وهي البسطيله اختي هي رجعات، هي تبارك الله تكالت تبارك الله، بقى هذاك النص هكذا تبارك الله كلا، وما شاء الله البنات جات غزاله ما نقولش لكم البنات. البسطيله ديال الحوت خصوصا الا كانت مقومه على حقها وطريقها البنات راه كتجي غزاله غزاله. ايوا هذا هما الاطباق ديالي، هذا هو النهار ديالي نهار الضياف يا اختي، حمرت راجلي وجهه بعدا الحمد لله، داس الضيافه بخير وعلى خير والحمد لله، كلشي تبارك الله كلشي تبارك الله هو هذاك. ايوا نتوما ان شاء الله البنات ان شاء الله كدا يعجبكم اختي الفيديو، وردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه، وكنقول لكم بالسلامه عليكم، نجيكم ان شاء الله فيديو